السلام الله عليكم أعزائي التلاميذ ومتابعي القناة، أهلا وسهلا بكم معي أعزائي متابعي القناة الجدد، أهلا وسهلا بكم معي إخوتي، شرفتوني ونورتوني. ما تنساش من فضلكم دعم القناة بالضغط على زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس حتى يصلكم جديد الدروس بإذن الله. في هذا الفيديو ارتأيت يعني إعادة نشر مراجعة الفصل الأول. كما على بالكم باللي اختبار شهادة التعليم المتوسط راح يكون شامل لجميع دروس السنة الدراسية، لهذا في هذا الوقت المتبقي من العطلة أنصحكم باستدراك ومراجعة جميع دروس الفصل الأول يعني في جميع المواد، وهنا ستجدون كل الدروس اللي تناولناها في الفصل الأول يعني لتخوى سيكونس من دروس القواعد وكذلك لنماذج أو الوضعيات الإدماجية، يعني راح تكون نماذج ستاندر صالحة لجميع المواضيع، فقط تتابعوا المراجعة هذه يعني من الأول إلى الأخير، راح تساعدكم في تذكر الدروس وفهمها بشكل سهل وبسيط. فوالا كما راكم تلاحظوا معايا برنامج الفصل الأول كامل، شوفوا معايا لخصتوا في هاد النقاط. فوالا كما شفتوا هاد لي تخوا سيكونس يعني كديروا هاد النوع من الملخصات يسمح لكم الخوف وكذلك الاستخاص هذاك والضغط الكبير تاع الدروس، يعني هاد الدروس كي تشوفوهم في الكاي ولا في المانيوال سكولير يعني راح يجوكم بزاف وتخافوا منهم والمراجعه تجيكم صعيبه، ولكن بهذه الطريقه يعني في ماده اللغه الفرنسيه او في المواد الاخرى حاولوا انكم تعتمدوا هاد الطريقه، لانه هذه الطريقه صراحه يعني كما قلت لكم جابت نتيجه مع تلاميذي، وانا لما كنت تلميذه كيما نتوما يعني من سنه 9 كيما نتوما دوكا حتى للجامعة وأنا نخدم بها، والحمد لله كانت النتائج ممتازة. فوالا هذا فقط بين قوسين باش نشجعكم على المراجعة. إذا عندي لو بروميي تريمستر هذا كنا شفنا فيه يعني 3 سيكونس، وبعض التلاميذ مازال ما لحقوش لل 3 سيكونس ولكن راح نديرو لها المراجعة، يعني ممكن بعض التلاميذ لحقوا لها. عندي لا بروميير سيكونس كان العنوان تاعها باردون ديكريغ اون ريجيون، يعني وصف منطقة أو وصف مكان، هذا فيما يخص لو تام جينيرال. أما دروس القواعد كنا شفنا لا ستركتور دو تيكست أرغومونتاتيف بلوس لي فيرب دوبينيون. لا ستركتور دو تيكست أرغومونتاتيف تعني بنية النص الحججي أو يعني كيفية كتابة النص الحججي وكل المصطلحات اللي عندها علاقة بلو تيكست أرغومونتاتيف اللي هو لو فوكابولار دو لارغومونتاسيون. فوالا لي فيرب دوبينيون هي أفعال الرأي او الافعال اللي نستعملوها حتى نكتب وجهة النظر. هنايا في هذا الدرس راح نوريكم كيفاش تعرفوا لو فوكابولير دو لارغومونتاسيون، كيفاش تعرفوا تستخرجوا لو تام لا تيز لي زارغومون اكسيتيرا، يعني كل حاجه عندها علاقه مع لو تيكست ارغومونتاتيف. عندي كذلك درس لو فوكابولير دو لا ديسكريبسيون اي دو لا لوكاليزاسيون، يعني المفردات او المصطلحات اللي نستعملهم في وصف وتحديد اماكن المنطقه يعني اللي راح نوصفوها. هنايا راح نشوفوا يعني لي زادجكتيف، نشوفوا لي كومبليمون دو نون، فوالا نشوفوا كذلك لي فيرب دو لوكاليزاسيون اي لي اكسبرسيون دو لوكاليزاسيون، يعني افعال وعبارات نستعملوهم لتحديد المكان. عندي كذلك درس لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف اللي هي الجمله المكمله. عندي درس لو بريزون دو لانديكاتيف اللي هو الحاضر زمن الحاضر، هذا الدرس يعني كنا شفناه في السنوات السابقه فقط راح نديروا له اعاده. فيما يخص لي برودكسيون اكريت الخاصه بهاد لا سيكونس راح تكون كومون ديكريغ اون ريجيون، فوالا يعني كيفاش نوصفوا منطقه. هنايا احبيت راح نعطيكم ان اكزامبل ستاندر، يعني نموذج صالح لوصف جميع الاماكن، حاولوا فقط تغيروا بعض الاسماء يعني اسم المدينه او اسم المكان، واذا قدرتوا يعني اذا حبيتوا تضيفوا بعض المعلومات. فوالا هذا فيما يخص لا بروميير سيكونس، كما شفتوا مع الملخص الدروس راهي سهله بزاف بزاف. لا دوزيام سيكونس كان العنوان تاعها ديكريغ دي بيرسوناج هيستوريك او غلوار ا نوز انسيتر، يعني وصف شخصيه تاريخيه او المجد لاجدادنا، وهذا الدروس عندها علاقه بالتاريخ الجزائري. عندي دروس القواعد لي كونيكتور دي نوميراسيون اللي هي روابط الترتيب او ادوات الترقيم. فوالا عندي لو بريزون دو سوبجونكتيف اللي هو زمن من الازمنه الجديده عليكم، راح نشوفوا الحاله تاع التصريف تاعو وطريقه التصريف. عندي كذلك لو بريزون دو ناراسيون اللي هو الحاضر السردي، هذا لو بريزون دو ناراسيون هو نفسه لو بريزون دو لانديكاتيف، يعني لي ميم تاع
terminaison et la même conjugaison mais احنا نستعملوه pour raconter des événements وعلاش نستعملو le présent pour raconter des événements passés يعني حتى هذيك الاحداث نعطيوها اكثر حياه ونعيشو هذاك لو مومون اللي بقى في الذاكره donc c'est pour rendre les événements plus vivants voilà عندي la proposition subordonnée relative اللي هي الجمله الموصوله ولهنا احبتي لازم عليكم ديروا الفرق جيدا بين la relative et لا كومبليتيف هنا نوريكم كيفاش ديروا الفرق بيناتهم لانه هذا السؤال مهم جدا في الاختبارات فيما يخص لي برودكسيون اكريت راح تكون حول وصف لي بيرسوناج هيستوريك يعني الشخصيات التاريخيه وهنا كذلك نعطيكم ان اكزامبل ستاندار يعني نموذج صالح لوصف جميع الشخصيات التاريخيه فوالا لا ثروزيام سيكونس لهنا ما عنديش فيها بزاف دروس وكل العنوان تاعها لو باتريمون لو باتريمون كنا شفنا في دروس السنه الثالثه متوسط اللي هو التراث هنا راح نشوفوا المواضيع عندها علاقه مع التراث اما دروس القواعد عندي لو ليكسيك ميليوراتيف اي لو ليكسيك ديبريسياتيف لو ليكسيك ميليوراتيف هو مجموعه المصطلحات او الكلمات اللي نستعملوهم في الوصف الايجابي حتى نعطي قيمه ايجابيه وقيمه اكثر للشيء الموصوف سواء كان تراث او منطقه اما لو ليكسيك ديبريسياتيف العكس تاعو يعني مصطلحات سلبيه تنقص من قيمه الشيء فوالا دونك ميليوراتيف هي ايجابي مصطلحات ايجابيه ديبريسياتيف مصطلحات سلبيه كذلك نسميوه لو ليكسيك فالوريزون يعني يعطينا قيمه ايجابيه او لو ليكسيك ديفالوريزون اللي هو ينقص من قيمه الشيء يعني اذا تلاقيتوا مع هذه المصطلحات راح تفهموا باللي المصطلحات اللي نستعملوها في الوصف سواء بشكل ايجابي او بشكل سلبي عندي فيما يخص دروس لا غرامير عندي لي سوبوردوني دو كوز اي دو كونسيكونس اللي هي يعني جمله السببيه وجمله النتيجه هنا لا كوز لا كونسيكونس في هاد المراجعه من فضلكم تحفظوا لي فقط لي زارتيكولاتور او لي مو يعني اللي نستعملوهم بور لا كوز اي بور لا كونسيكونس يعني باش ديروا الفرق بيناتهم لان السؤال اللي يطرح هنا فقط يقول لك كيلي لو رابور اكسبريمي دون سيت فراز اذا عرفت لي كونيكتور هذوك ولا لي زارتيكولاتور هذوك تعرف اذا كانت كوز والا كونسيكونس وهذا الدرس راه موجود بالتفصيل في القناه يعني اللي يحبوا شرح اكثر راهو موجود في القناه فيما يخص لي برودكسيون اكريت لهنا راح يتحدث حول وصف واحده من التراث سواء كان تراث يعني البسه او اكل او عادات وتقاليد اكسيتيرا دونك لهنا لا ثروزيام سيكونس هذه يعني ما نشكش فيها انها تكون في الاختبار سوف هذا الدرسين يعني تاع ليكسيك ميليوراتيف ليكسيك ديبريسياتيف اي لا كوز لا كونسيكونس يعني فيما يخص لي برودكسيون اكريت المحتمله في هذا الاختبار ان شاء الله ستكون حول وصف شخصيه تاريخيه او وصف المنطقه فوالا احبتي عندي كلك غمارك لهنا هذا يفيدكم بزاف بزاف في الاجوبه تاع النصوص يعني حول فهم النص عندي لو تيب دو تيكست يعني نمط النص نمط النص هنا على حسب النص اللي يعطيه لك ممكن يكون ديسكريبتيف ويكون انفورماتيف او ناراتيف ديسكريبتيف اذا كان يوصف منطقه ناراتيف فيما يخص النصوص التاريخيه شوفوا انتم اسالوا الاستاذ تاعكم يعني بعض الاساتذه يصنف هذيك النصوص تاع الشخصيه التاريخيه لو تيب تاعها ديسكريبتيف لانه يوصف شخصيه تاريخيه وبعض الاساتذه راهم يصنفوا فيها ان تيب ناراتيف يعني نمط سردي لانه يسرد لنا احداث تاريخيه هنا يقول الاستاذ انا صراحه نعتبرها ان تيب ديسكريبتيف وعلاش نديرو ديسكريبتيف باسكو راهو يوصف في مراحل يعني حياه هذيك الشخصيه ويعطينا يعني كاركتر تاع هذيك الشخصيه دونك راهو يوصف فيها ماهوش يحكي لنا الحكايه تاعها فهمتوني دونك لو تيب سي ديسكريبتيف انفورماتيف هي تخص لو باتريمون يعني يعطينا معلومات حول هذاك التراث بغاف هذا فيما يخص لو تيب لا فيزي تاع جميع نصوص السنه الرابعه متوسط من اول درس الى اخر درس سي اون فيزي ارغومونتاتيف يعني الهدف من هذا النص سي اون فيزي ارغومونتاتيف هذا السؤال وهذا السؤال راه يتكرر بزاف بزاف عندي لا سورس دو تيكست يعني على فان دو تيكست مصدر النص راح تلقاوه دائما في اخر النص هنايا كذلك احبتي ننصحكم انكم تشوفوا لا فيديو تاع لي كيسيون لي بلو فريكونت
فوالا لي كيسيون لي بلو فريكونت هي الاسئله الشائعه والمتكرره في جميع الاختبارات وطريقه الاجابه النموذجيه عليها. صراحه ما نقدرش نعاود ندخلها في هذا الفيديو لانه الفيديو راح تكون طويله بزاف بزاف، يعني مازالت عندي مراجعه. اذا حاولوا انكم تشوفوها، وفي اخر الفيديو نخلي لكم يعني صور لهذيك الاسئله حاولوا تراجعوا عليها. فوالا احبتي، هذا فيما يخص ملخص عناوين الدروس كما شفتوا يعني من خلال هذا الشرح اتضح لنا واش راح نراجعوا. فوالا راح نشوفوا هذا الدروس كامل بشكل بسيط. فوالا احبتي هنايا كما راكم تشوفوا راح يعني النماذج تاع المراجعه سهله واضحه وعن طريق المخططات، يعني المعلومات تدخل يعني بصفه عليكم. فوالا لازم عليكم تخرجوا من هذا الفيديو فاهمين جميع الدروس. اذا راح نبداو اول حاجه، تابعوا معي جيدا. اول درس هو لو فوكابولير دو لارغومونطاسيون، يعني المصطلحات اللي نستعملوها في النص الحججي واللي عندها علاقه مع لو تيكست ارغومونطاتيف. هنايا راح تلقاو لو تام اللي هو الموضوع العام او الفكره العامه، عندي لا تيز اللي هو راي الكاتب، لي زارغومون اللي هي الحجج والبراهين كما راكم تشوفوا لهنا، وعندي لو فيرب بور ارغومونتي هي الافعال اللي نستعملوها يعني حتى نبرهن الحجج، وعندي لي زيكزامبل او ليلستراسيون اللي هما الامثله والصور. هادو كامل نلقاهم في لو تيكست ارغومونتاتيف، يعني حنلقاهم في المقدمه والعرض والخاتمه. عندي لانتروجكسيون اللي هي المقدمه، راح نلقاو فيها لو تام اي لا تيز. فوالا لو ديفلوبمون راح نلقاو فيه لي زارغومون بلس لي زيكزامبل، اي لا كونكلوزيون اللي هي الخاتمه. دونك لو تام هو لو سوجي او لي دي جينيرال، يعني الموضوع او الفكره العامه. هنايا لو سوجي هذا ولا لو تام هذا كيفاش تخرجوه؟ لما تقراو النص تاعكم تبداو من العنوان والمقدمه، يعني تكملوا تقراو النص رايحين تفهموا على واش راهو يحكي، سواء اذا كان مدينه او منطقه او شخصيه تاريخيه او تراث، يعني هذا هو لو تام، يعني الموضوع العام اللي تحدث عليه النص. فوالا ولا يقول لك لي دي جينيرال، يعني هذا السؤال يتكرر دائما في الاختبار، يعني كالي لو تام دو سو تيكست او كالي لو تام ابوردي بار لوتور اكسيتيرا. التام يعني موضوع النص. عندي لا تيز، لا تيز هي وجهة نظر الكاتب، هنا سواء تلقاوها مكتوبه اون تيز والا تلقاوها بوين دو في اوبينيون افي او بوزيسيون، يعني موقف راي ووجهة نظر. اذا طلب منك انك تستخرج لا تيز من النص، لا تيز دائما تلقوها في المقدمه، تلقاوها في يعني في مقدمه النص عفوا. لا تيز هذه باش نستخرجوها ممكن تلقاو معاها ان فيرب دوبينيون. فوالا لي فيرب دوبينيون باغ اكزومبل جو تروف كو جو فوا كو جو كرو كو جو سوي كونفانكو جو سوي سور باغ اكزومبل تلقاو بيرسونيلمون ا مون افي دابري موا، يعني بعد نشوفو هاد لي فيرب اي لي اكسبرسيون دوبينيون باردون، هادو هما لي بينونا لا تيز. في بعض الاحيان كاين نصوص ما تلقاوش فيهم خلاص لي فيرب دوبينيون وما تلقاوش فيهم لي اكسبرسيون دوبينيون، هنايا لازم تكونوا اذكياء وديروا استنتاج لا تيز، يعني لازم تخرجوها وهي اون جينيرال راح تكون حاجه بوزيتيف، يعني الكاتب يعطينا رايه بطريقه غير مباشره، يعني ما يدخلش لو فيرب دوبينيون. دونك هنايا انتبهوا جيدا. عندي لي زارغومون اللي هي الحجج والبراهين، دونك هاد لي زارغومون تلقاوهم في لو ديفلوبمون، يعني كيفاش راح نستخرجوهم، راح تلقاو معاهم لي كونيكتور دو نيميراسيون. لي كونيكتور دو نيميراسيون هادو باغ اكزومبل دابور انسويت انفان بروميييرمون دوزيامون ترويزيامون، هادو هما نلقاو فيهم لي زارغومون. مثلا يطلب منك انك تستخرج ان ارغومون او دو زارغومون باغ من النص، انت تروح لوسط النص وتلقى لي كونيكتور دو نيميراسيون هادوك لي من وراهم راح تكون هادوك هما لي زارغومون. اذا قالك لي زارغومون معناتها البراهين والحجج. فوالا لي فيرب بور ارغومونتي راح نستعملو بروفي باغ اكزومبل ديمونطري كونفانكر بيرسوادي، يعني هادو لي فيرب لي نستعملوها. اما لي زيكزامبل او ليلستراسيون هي الامثله والصور، هنا ممكن تلقاوهم كذلك في لو ديفلوبمون، تلقاوهم مع لي زيكسبرسيون لي نستعملوهم بور دوني دي زيكزامبل، باغ اكزومبل
كوم تال فوالا، هادو هما اللي نستعملوهم باش نديرو لي زيكزامبل. فوالا احبتي، هذا فيما يخص لو فوكابولير دو لارغومونطاسيون. انتم ركزوا لي بشكل اكثر حول لو تام لا تيز اي لي زارغومون، يعني كيفاش نستخرجوهم. فوالا احبتي، عندي شوفوا عندي درس اخر اللي هو لا فامي دو مو، نظن راهو محذوف العام هذا ولكن لا باس اني نذكركم به. لا فامي دو مو هي مجموعه كلمات يعني عندها نفس الاصل، يعني عندها حروف مشتركه وعندها نفس الاصل ويكون المعنى تاعها متقارب. باغ اكزومبل فواياج فواياجور، هادو سو سون دي مو دو لا ميم فامي. باغ اكزومبل كوراج كوراجو كوراجوزمون انكوراجي. فوالا فهمتوا المعنى تاع يعني لا فامي دو مو، هي كلمات تشترك في نفس الحروف يكون عندها معنى متقارب. هذا في حالة ما إذا طلب منك أنك تستخرج دي مو دو لا ميم فامي من النص. فوالا باغ اكزومبل لو فيرب كومباتر كومباتون كومبا، فوالا هادو هما لي مو دو لا ميم فامي. فوالا احبتي، هذا فيما يخص هذا الدرس. عندي كذلك درس مهم جدا جدا اللي هو لو شان ليكسيكال. لو شان ليكسيكال كنا شفناه السنه السابقه وزدنا نعاودناه العام هذا. لو شان ليكسيكال اللي هو الحقل المعجمي او الحقل المفاهيمي او الحقل اللغوي، هي مجموعه كلمات تنتمي الى نفس الفكره. هنايا اتونسيون ما ديروليش الخلط بين لا فامي دو مو ولو شان ليكسيكال. لا فامي دو مو هي كلمات تشترك في الجذر وعندها حروف مشتركه بيناتها، اما لو شان ليكسيكال يعني الكلمات ما عندها حتى علاقه في الكتابه، ما عندهاش علاقه في الحروف، ما عندهاش علاقه في الاصل، ولكن عندها علاقه بالفكره، يعني لو تام تاعها هو نفسه. فهمتوني؟ باغ اكزومبل هنايا اون جينيرال راح يعطيكم لو شان ليكسيكال دو لا غير. لو شان ليكسيكال دو لا غير باغ اكزومبل عندي ريفولوسيون اللي هي ثوره، عندي كومباتون اللي هي محارب، كومبا يعني معركه، باغ اكزومبل عندي انديبوندونس، عندي ليبرتي. هادو كامل الكلمات شفتو عندهم علاقه بكلمه الحرب. فوالا هذا واش نقصدو بلو شان ليكسيكال، وهذا السؤال راهو يتكرر بزاف في المواضيع. فوالا ننتقل هنا احبتي لموضوع اخر، يعني المواضيع كامله هي عندها علاقه مع بعضها، واللي هما لي فيرب اي لي اكسبرسيون دوبينيون، يعني افعال وعبارات الراي. هنايا باش نعبروا على الراي تاعنا عندنا سواء نستعملوا دي فيرب او دي اكسبرسيون. لي فيرب باغ اكزومبل عندي كروار، بونسي، تروفي، ريماركي، استيمي، جوجي، ايمي، ابروفي، ابريسي، افيرمي، ادميتر، اتر بيرسوادي، اتر كونفانكو، اتر سور، سوبوزي. يعني مجموعه الافعال هادو كامل نستعملوهم باش نمدوا الراي تاعنا، وهادو هما اللي اذا لقيتو واحد فيهم في النص هذيك هي لا تيز والا لوبينيون دو لوتور. فوالا هادو باش تخرجوا بهم يعني وجهه النظر. وممكن كذلك يقول لك غولاب دو تيكست ان فيرب دوبينيون. فوالا لو فيرب دوبينيون هما هادو تلقاهم في المقدمه. اما فيما يخص لي زيكسبرسيون عندي باغ اكزومبل ا مون افي، دابري موا، سولو موا، جي لابريسيون كو، يعني هادو عبارات كذلك نستعملوهم بوغ دوني لا تيز. هنا يا احبتي كذلك هذا الجدول راح يفيدكم بزاف بزاف. باغ اكزومبل عندي هادو كامل عبارات يعني نستعملوهم في لا تيز، يعني اذا لقيتو وحده من هادو هذيك هي لا تيز. باغ اكزومبل عندي سولو موا، دابري موا، ا مون افي، ان سو كي مو كونسيرن، جو سوي دافي كو، جيستيم كو. هذه العبارات لازم يعني تقروهم مليح وتفهموهم حتى اذا تلاقيتوا معهم مش راح يكون معهم اشكال. فوالا هادو كذلك حاولوا انكم تقراوهم يعني ولا ديروا كابتشور يعني فقط للمراجعه. المهم انتم تفهموا لي بلي لا تيز لازم نستعملوا فيها دي فيرب اي دي اكسبرسيون يعني باش نعبروا عليها. فوالا احبتي، بعد هذا الدرس راح يكون عندي درس لي كونيكتور دي نوميراسيون. لي كونيكتور دو نوميراسيون هما نستعملوهم حتى نرتب الحجج والافكار ترتيب يعني تسلسلي، ترتيب منطقي، حتى يكون النص تاعنا عنده معنى ويكون الشكل تاعو واضح. دونك عندي دي كونيكتور نستعملوهم بور بريزونتي لو بروميير ارغومون، يعني باش نقدموا الحجه الاولى.
Par exemple, on dit d'abord, tout d'abord, en premier lieu, d'une part, d'un côté, هادو كامل نستعملو وحده فيهم يعني باش نكتبو le premier argument. Le deuxième argument, par exemple, نكتبو puis, ensuite, en second lieu, par ailleurs, d'autre part, en outre, de plus, d'un autre côté. Voilà, هادو pour ajouter un deuxième argument. احنا pour insister يعني باش نضيف حجة أخرى ولكن يعني بصفة الإلحاح يعني راح نضيفها حتى تعطينا شرح أكثر عندي d'autant plus que عندي mieux encore bien plus mais encore mais aussi du reste et d'ailleurs يعني هادو باش نضيفو حجة إضافية أما يعني باش نكملو يعني le dernier argument يعني pour finir عندي dernièrement عندي enfin عندي en dernier lieu voilà هادو نستعملوهم باش نكتبو le dernier argument voilà وهادو كذلك يعني تقدروا تستعملوهم باش تعرفوا les arguments من الناس اذا طلب منك انك تستخرج ان argument راح تلقى ان argument يكون قبله واحدة من هاد لي connecteurs voilà نواصل هنا أحبتي عندي درس آخر اللي هو la proposition subordonnée relative et la proposition subordonnée complétive conjonctive يعني هنا لازم عليكم تديروا الفرق جيدا بين la relative et la complétive هنا نعطيكم بعض يعني معلومات البسيطة باش تقدروا تفرقوا بيناتهم عندي la relative c'est une expansion du nom يعني هي توسعة للاسم elle est introduite par un pronom relatif ويعني ندخلوا هذه الجملة الموصولة بأداة وصل ممكن تكون كي وإلا تكون كو يعني هي عندي أدوات أخرى عندي دون وعندي أو مي هادو راهم محذوفين العام هذا فقط لازم عليكم تعرفوا لا غولاتيف باغ كي إي لا غولاتيف باغ كو فوالا عندي لو برونو غولاتيف سو بلاس توجور أبخي لانتيسيدون لانتيسيدون هذا سي لو نو كي لغومبلاس يعني لو برونو غولاتيف سوا كي وإلا كو راح يكون دائما قبله اسم والاسم هذا هو الاسم المكرر واللي نسميه لانتيسيدون فوالا هنا عندي في لا كومبليتيف elle est introduite par la conjonction de subordination que placée après un verbe دونك لما نقول لكم انايا لهنا elle est placée après un verbe شوفوا دوك نكمل لكم هذا الشرح ومن بعد باش نعطيكم الفرق بيناتهم كيفاش تفرقوا بيناتهم elle complète le sens du verbe qui le précède يعني هاد لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف هي تكمل معنى الفعل اللي قبلها الفعل اللي قبلها ركزوا معايا جيدا هنا عندي ان فيرب وهنايا عندي ان نون فوالا عندي ان نو بو با تيتر ني ديبلاسي ني سوبريمي يعني هاد لا كومبليتيف ما نقدروش نبدلوا لها بلاصتها وما نقدروش كذلك نحذفوها لا يمكن حذفها لانها تكمل معنى الفعل فوالا هي ماهيش اضافيه ولكن هي لازم نديروها لانه هي تكمل لنا معنى الفعل اجو لو رول دان كومبليمون دوبجي ديريكت هي تلعب دور مفعول به اذا احنا باش ديروا لي الفرق بين لا غولاتيف اي لا كومبليتيف لانه في الاختبار يعطيك جمله ويقول لك كلي لا ناتور غراماتيكال دو لا فراز او دو لا بروبوزيسيون سولينيي احنا لا ناتور غراماتيكال انت تقول له اذا كانت غولاتيف والا كومبليتيف كيفاش تعرفها غولاتيف عندي كو هذيك يكون قبلها ان وهنايا في لا كومبليتيف كو تاعها لا كونجونكسيون دو سوبورديناسيون كو هذه يكون قبلها ان فيرب فوالا هذا هو الفرق بيناتهم يعني لا غولاتيف الكو تاعها يكون قبلها ان ولازم تقراو المعنى جيدا كذلك دونك كو لهنا في لا غولاتيف يكون قبلها ان نسميوه لانتيسيدون وكو هذه اذا كان قبلها ان فيرب راح نسميوها كومبليتيف فوالا احبتي هذا هو الفرق اللي بيناتهم اذا عندي هنايا لاحظوا معايا هنا فوالا عندي لا بروبوزيسيون سوبوردوني انتروديت بار كو هذا واش كنت نشرح لكم كو هذه لما تلقاوها في الجمله اذا كانت مسبوقه باسم راح هي تكون غولاتيف واذا كانت مسبوقه بفعل راح تكون كومبليتيف هذا ملخص هذا الدرس واذا حبيتوا يعني شرح اضافي هذا الدرس راه موجود بالتفصيل في القناه
نمثل هنا احبتي عندي درس لو بريزون دو لانديكاتيف. هنا واش لازم عليكم تعرفوا؟ هنا تعرفوا طريقه تصريف الافعال افعال مجموعه الثلاثه في زمن لو بريزون دو لانديكاتيف. هذا الزمن راهو سهل بزاف بزاف، لازم عليكم تعرفوا تصرفوه لانه في الاختبار راهو مطلوب عليكم. دونك هنا راح نشوفوا فقط لي تيرمينيزون. عندي لي فيرب تاع البرومي دوزيام اي لي فيرب دو تروزيام جروب. عندي البرومي جروب هادو هما لي تيرمينيزون تاعو مع هاد لي برونون بيرسونيل. عندي او او اس او او ان اس او زد او ان تي. باغ اكزومبل لو فيرب مارشي، جو مارش، تو مارش، il elle marche، nous marchons، vous marchez، il elle marche. Les verbes du deuxième groupe عندي is is it، i2s o n s، i2s z، i2s e n t. Par exemple le verbe finir، je finis is، tu finis is، il elle finit it، nous finissons، vous finissez، il elle finissent. Les verbes du troisième groupe هنا عندي trois terminaisons possibles. عندي S S T O N S Z O N T، عندي S S D O N S Z O N T، وعندي X X T O N S Z E N T، وعندي هنا كذلك ممكن E E S E O N S E Z E N T. هنا يا هاد لي فيرب تاع ثالثيم جروب لازم كذلك تعرفوا كل فعل وطريقة تصريفه. هنا باغ اكزومبل لو فيرب بروندر ياخذ هاد لي تيرمينيزون. هنايا le deuxième groupe a des terminaisons. Par exemple le verbe vouloir، je veux x، tu veux x، il ou elle veut، نديرو الحات، nous voulons، vous voulez، il ou elle veulent. Voilà، هادو يعني لازم عليكم تعرفوهم جيدا. هادي s s t، par exemple le verbe partir، je pars s، tu pars s، il ou elle partait، nous partons، vous partez، il ou elle part. Voilà احبتي، هذا فيما يخص تصريف افعال المجموعة الثلاثة في زمن لو بريزون دو لانديكاتيف. لهنا عندي être، avoir et aller، هادو من لي فيرب يعني اللي لازم تكونوا تعرفوهم يعني باغ كور، يعني نظن من سنوات الابتدائي هادو. فوالا عندي être، je suis، tu es، il elle est، nous sommes، vous êtes، il elle sont. avoir، j'ai، tu as، il elle a، nous avons، vous avez، il elle ont. عندي لو فيرب aller، je vais، tu vas، il elle va، nous allons، vous allez، il elle vont. voilà احبتي، هذا فيما يخص تصريف لو بريزون دو لانديكاتيف. ونفس التصريف هو في زمن لو بريزون دو ناراسيون. voilà هو نفس التصريف فقط القيمه تاعو تختلف. voilà ننتقل هنا كذلك لزمن تصريف جديد اللي هو لو بريزون دو سوبجونكتيف. شو معناتها لو سوبجونكتيف؟ اولا لو سوبجونكتيف هو من الازمنه او من انواع التصريف اللي نصرفوا فيه الفعل اللي يكون داخل في الشك وعدم اليقين. يعني هذيك الحادث او الفعل ما عناش متاكدين من الحدوث تاعو، او عندنا خوف من الحدوث تاعو، او رانا نتمنوا الحدوث تاعو. دونك هو غير مؤكد ويدخل في عدم اليقين. هنايا واش لازم تركزوا عليه في السوبجونكتيف؟ يعني اول حاجه طريقه التصريف، اكيد لازم تعرفوا كل فعل كيفاش تصرفوه. لهنا تاع لو برومي اي لو دوزيام جروب راهو سهل التصريف تاعو بزاف بزاف، فقط عندنا اشكال في لي فيرب تاع لو تروزيام جروب اللي هي يعني راح يكون فيها ان شانجمون راديكال. يعني بعد افعال المجموعه الثالثه يعني تتبدل كومبليتوم. باغ اكزومبل لو فيرب فير، كو جو فاس، que tu fasses، que lequel fasse، que nous fassions، que vous fassiez، que lequel fasse. شفتوا يعني لو شانجمون كيفاش راح يكون؟ هنايا فقط ترجعوا لدرس لو سوبجونكتيف بريزون، راه موجود في القناه، ويعني موجوده طريقه التصريف تاعو ونماذج كثيره من الافعال اللي باش يعني تتعلموا كيفاش تصرفوه. هنا لازم كما قلت لكم تعرفوا لي تيرمينيزون تاع لو سوبجونكتيف كيفاش تصرفوه، وكذلك وقتاش يعني او حالات تصريف الفعل في زمن لو سوبجونكتيف. دوك نشرحهم ولازم عليكم تفهموهم جيدا، لانه سؤال في هذا تاع هذا الدرس في الاختبار يعطيك جمله ويقول لك كونجوغ لي فيرب او طون اي او مود كي كونفيان، يعني صرف الافعال في الزمن المناسب. هنايا راح تشوف اسكو راح تصرفهم في لانديكاتيف او او سوبجونكتيف. وقتاش
يتصرف الفعل هذاك في السبجونكتيف. دوك نشوفوا الحالات هذوك، والحالات هذوك لازم عليكم تفهموهم جيدا وتحفظوهم، يعني وقتاش تصرفوا في الانديكاتيف وقتاش تصرفوا في السبجونكتيف، هذا هو المعنى. دونك هنا عندي لي تيرمينيزون تاع لو بروميي جروب، هي الفعل اللي راح كي نجيو نصرفو نحيولو لا مارك تاع الانفينيتيف اللي هي ار، ونضيفو هاد لي تيرمينيزون. انتبهوا لهنا جيدا في النوب فقط، راهو هو تقريبا نفس تصريف لو بريزون دو لانديكاتيف، ولكن هنايا انتبهوا معانو. عندي او او اس او اي او ان اس اي او زد او ان تي، تاع لو دوزيام جروب اي دو اس او اي دو اس او اس اي دو اس او اي دو اس اي او ان اس اي دو اس اي او زد اي دو اس او ان تي. باغ اكزومبل تاع لو دوزيام جروب لو فيرب فينير، كو جو فينيس كو tu finisses, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il qu'elle finisse. وهنا في الزمن تاع لو سبجونكتيف كو هذه راهي ضروريه، كو جو فينيس، كو جو بارل، فهمتوا؟ كو هذيك راهي دائما تجي تابعه ولاصقه مع لو برونون بيرسونيل، فوالا هذا في السبجونكتيف. اما فيما يخص لي فيرب دو ثروزيام جروب كيما قلت لكم ارجعوا للقناه راح تلقاو بزاف نماذج تاع لو ثروزيام جروب. عندي لوكسيغ اتر افوار اي لو فيرب الي، هنايا عندي هما نشوفوا كيفاش نصرفوهم، كو جو سوا كو تو سوا كي لكال سوا كو نو سوايون كو فو سوايي كي لكال سوا. كيما قلت لكم كو هذه راهي دائما تكون لاصقه مع لو برونون بيرسونيل في زمان لو سوبجونكتيف. عندي لوكسيغ افوار كو جي que tu es, qui lequel est, que nous ayons, que vous ayez, qui lequel est. Le verbe aller, que j'aille, que tu ailles, qui lequel aille, que nous allions, que vous alliez, qui lequel aille. Voilà, هذا فيما يخص تصريف le verbe aller. هنا احبتي وصلنا لاهم جزء في هذا الدرس تاع لو مود سوبجونكتيف، اللي هو وقتاش نصرفوا الافعال في الانديكاتيف وقتاش نصرفوا في السبجونكتيف. ركزوا معايا جيدا. دونك لهنا راح نشوفوا هاد ليكزامبل، تبعوا معايا يعني الشرح راهو سهل. On souhaite que le site archéologique être préservé. لاحظوا معايا جيدا. On souhaite، عندي سي لو بروميير فيرب، لو بروميير فيرب هو لو فيرب سويتي. سويتي هذا نعبروا به على تمني، يعني نتمناو حاجة، نتمناو حاجة توقع ولكن ما عناش متأكدين منها، مازالها ما هيش داخلة في اليقين. هذا هو شمعنى سوين سيبجونكتيف، يعني نتمناو فقط الوقوع تاعها، ممكن أنها تقع ممكن لا، هذا هو لو سيبجونكتيف. يعني باش نوضح لكم الأمر، عندي لما نجيو نصرفوا لو دوزيام فيرب هذا لازم دائما تشوفوا لو بروميي فيرب، تشوفوا طبيعة لو بروميي فيرب هذا. إذا لقيتوه مثلا يعبر على التمني، يعبر على الخوف، يعبر على الرغبة، على الشك، فوالا على الأمر، هذا لما تلقاو هاد الحالات اللي راح نشرحها لكم في الجدول فيما بعد، لو دوزيام فيرب هذا راح نديرو في لو مود سوبجونكتيف، يعني على أساس الفعل الأول راح نصرفو الفعل الثاني. ولما في الاختبار يقول لك كونجوغ لي فيرب اونتر بارونتيز او مود كي كونفيان، لهنا اكيد راح يعطيك لو فيرب لو بروميير فيرب هذا راح يعطيه لك مصرف، هو يقصد لو دوزيام فيرب. دوزيام فيرب هذا يعطيه لك على الانفينيتيف ويقول لك صرفه لي سوا في الانديكاتيف ولا في السبجونكتيف. انت كيفاش تعرف هذا وقتاش تصرفه في الانديكاتيف وقتاش تصرفه في السبجونكتيف؟ تروح تشوف مع لو بروميير فيرب، يعني على واش يعبر هذا لو بروميير فيرب. دوك مع الجدول تفهموا اكثر. يلا هنا احبتي ركزوا معايا جيدا، هنايا راح نشوفوا الحالات اللي نصرفوا فيها الفعل لو دوزيام فيرب هذاك اللي كيما شرحت لكم، سواء في الانديكاتيف او في السوبجونكتيف. هنا اذا لقيتو ان فيرب دوبينيون باغ اكزومبل كروار بونسي افيرمي كونستاتي، هنا لو دوزيام فيرب راح نتصرفو في لو مود انديكاتيف، يعني بشكل عادي. هنا باغ اكزومبل جو بونس كو كونستانتين اي بيل، فوالا هنا عندي لو فيرب بونسي. دوزيام فيرب اي صرفتو في لو مود انديكاتيف. إذا كانوا عندي كذلك دي فيرب دو ديكلاراسيون، باغ اكزومبل فيرب ديكلاري، دير، انونسي، انفورمي، لو دوزيام فيرب راح نديرو في لو مود انديكاتيف، يعني هادو بشكل عادي. هادو فقط لازم عليكم تحفظوهم، يعني حالة التصريف تاع الانديكاتيف وحالة التصريف تاع لو سوبجونكتيف. فوالا فيما يخص لو سوبجونكتيف، إذا لقيتو لو بروميي فيرب تاع لا بروميير فراز ان فيرب دو سونتيمون،
Le deuxième verbe, il est en subjonctif. Par exemple, le verbe aimer, souhaiter, vouloir, douter, craindre, désirer, avoir, peur. Voilà. Le premier verbe, il est en subjonctif. Le deuxième verbe, il est en mode subjonctif. Mais si nous avons des verbes impersonnels, par exemple, il faut que, il est souhaitable que, le deuxième verbe, il est en mode subjonctif. Par exemple, il faut que tu fasses tes devoirs. يجب عليك أن تنجز واجباتك. هذيك فاس كو تو فاس صرفناها في سوبجونكتيف. وعلاش صرفناها في سوبجونكتيف؟ باسكو عندي لو فيرب امبيرسونيل il faut que, وهو كذلك يعبر لنا على لوبليغاسيون. فوالا كيما راح يعني نشوفوها لهنا. عندي ان فيرب او اون اكسبرسيون دوردر او دوبليغاسيون اذا كانت عندي فعل او عباره تعبر عن الوجوب او الامر l'ordre او l'obligation هي نفسها. يعني هنا لما تلقاو لو فيرب الاول يعبر على l'ordre او l'obligation, لو دوزيام فيرب راح نديروه او مود سوبجونكتيف. باغ اكزومبل لو فيرب exiger, ordonner, il faut, c'est le verbe falloir, il est important, il est indispensable, etc. اذا قلت وحده من هذه العبارات في الفعل الاول او في الجمله الاولى, الجمله الثانيه لو فيرب تاعها راح يكون او مود سوبجونكتيف. أما إذا كانت عندي la négation et l'interrogation, la négation هذه عندها علاقة بالverb d'opinion. Par exemple, تلقاو un verbe d'opinion وفيه la négation. La négation تعني النفي, l'interrogation هي الاستفهام. إذا قلت النفي والاستفهام مع un verbe d'opinion, هنا يا le deuxième verbe راح نديرو en mode subjonctif. Voilà. هنا par exemple la négation عندي le verbe croire. Je ne crois pas qu'il non, je ne pense pas qu'il soit heureux ou qu'il soit, je sais pas, المهم هذا مثال. يعني لما تلقاو un verbe d'opinion ديروا معاه la négation ولا l'interrogation, le deuxième verbe راح نديروه au mode subjonctif. هذا هو المعنى. فوالا احبتي, هذا فيما يخص دروس القواعد. راح يبقى لنا درس le lexique amélioratif et le lexique dépréciatif, ويبقى لنا كذلك درس لا كوز اي لا كونسيكونس, و كذلك عندي كيفيه كتابه الوضعيات الادماجيه. هنايا فقط راح نعطيكم لمحه, يعني طريقه كتابه الوضعيه الادماجيه. هنا واش لازم عليكم لو تيكست ارغومونطاتيف, واش لازم ديروا فيه؟ ديروا لانترودكسيون. لانترودكسيون هذه اول حاجه لازم ديروا العنوان, ديروا هو لو تيتر, ديروا لا لينيا, تخليو جزء من الهامش. vous allez présenter le thème, تطرحوا الموضوع. هنا par exemple في la description des régions راح نديروا la localisation de la ville par exemple, يعني تطرحوا اسم المدينه او اسم المنطقه وديروا الموقع الجغرافي تاعها. اذا كانت حول شخصيه تاريخيه راح تذكروا الشخصيه وديروا تعريف بسيط عليها. او بعد ما تكتبوا لو تام راح نديروا لا تيز او لو بوين دو فيو بيرسونيل تاعكم, وتستعملوا فيها ان فيرب او اكسبرسيون دوبينيون. كيما راكم تلاحظوا معايا هذا النموذج, عندي لو تيتر هي بيانفينو ا باتنا. هنايا نخليو لا لينيا هذه ونديروا لو تام. هنا باتنا اتون فيل توريستيك, دونك هنا نفهموا بلي لو تام راهو يتحدث على مدينه باتنا. كي سو سيتو على الاست دو لالجيري, وهنا درنا لا لوكاليزاسيون تاعها اللي هو الموقع الجغرافي. كونسيديري ايتان لا كابيتال دي زوغيس, وتعتبر هي عاصمة الاوراس. هنا راح ندخلو لا تيز تاعنا ونكتبو فيها ونديروها بان فيرب دوبينيون. جو بونس كالي دون بوتي اكسيبسيونيل, هذا الراي الشخصي تاعك, واستعملنا فيها ان فيرب دوبينيون. وهذه هي يعني لانتروجيكسيون بكل بساطة. هي صراحة الاستاذ راح ماهوش راح يحاسبك على الافكار على قد ما يحاسبك على طريقة الكتابة والعناصر الأساسية اللي لازم تكون متواجدة. دونك العناصر الأساسية اللي لازم تكون في الانتروجيكسيون هي لو تيتر, عندي لو تام, عندي لا تيز, وعندي لو فيرب دوبينيون. هكذا الأستاذ يفهم بلي هاك فاهم وعارف كيفاش تكتب الانتروجيكسيون. فوالا. اما فيما يخص كتابه لو ديفلوبمون اللي هو العرض, العرض اللي هنا كذلك لازم عليكم تخليو لا لينيا اللي هي هذاك الجزء البسيط حتى الاستاذ يعرف بلي كنت انتقلت من المقدمه الى العرض. دونك
il faut introduire les arguments par des connecteurs de numération. كذلك لما تجيو تكتبوا لي زارغومون لازم عليكم ديروا لي كونيكتور دي نيميراسيون اللي هو ادوات الربط اللي كنا شفناها قبل قليل. باغ اكزومبل تو دابور انسويت انفان بروميييرمون دوزيامون ديرنييرمون، هادو هما لي كونيكتور دو نيميراسيون. اي بريزونتي دي زارغومون اديكوا ا لا تيز، يعني راح نديروا هذوك لي زارغومون او الحجج والبراهين تكون عندها علاقه بوجهه النظر تاعك، يعني اذا كانت وجهه النظر تاعك ايجابيه راح تكون لي زارغومون تاعك بشكل ايجابي والعكس. كلاسي لي زارغومون دو بلو فابل او بلو فور، هنا لي زارغومون تاعك لازم تبداهم يعني من اقل حجه الى اكثر حجه في الاقناع، يعني ممكن انكم تبداو توصفوها بطريقه بسيطه ومن بعد تزيدوا في الوصف تاعكم. هنا عندي هاد ليكزامبل حول مدينه باتنا، كما راكم تشوفوا عندي كتبنا لو برومي لو دوزيام اي لو ديرني ارغومون، استعملنا لي كونيكتور د انيميراسيون فوالا، وهنا درنا وصف لمدينه باتنا. يعني حاولوا انكم تقروه، واذا قدرتوا واذا حبيتوا تنقلوه راح يعاونكم بزاف بزاف. هذا فيما يخص كتابه لانتروداكسيون اي لو ديفلوبمون. فوالا هنا راح نشوفوا لا كونكلوزيون، لا كونكلوزيون هي الخاتمه. كذلك راح نخليو لا لينيا هذه، انتروديغ لا كونكلوزيون بار ان كونيكتور، يعني لازم عليكم هذيك الخاتمه تكتبوها مع ان كونيكتور، باغ اكزومبل انسي فينالمون بور كونكلور بور توت سي ريزون، هادو كامل دي كونيكتور نستعملوهم في لا كونكلوزيون. Réaffirmer la thèse exposée dans l'introduction en la reformulant. يعني راح نتعاودوا تكتبوا لا تيز تاعكم اللي طرحتوها ديجا في المقدمه، ولكن ديروا لها اعاده صياغه، يعني اعاده صياغه لا تيز تاعكم هذيك. اي دوني ان كونساي او اون انفيتاسيون، ومن خلال الخاتمه كذلك يمكنكم ان تعطوا نصيحه او دعوه لزياره هذاك المكان. كما راكم تلاحظوا معايا لهنا عندي هاد لا كونكلوزيون الخاصه بولايه باتنا، هنا استعملنا الكونيكتور انسي، وهنايا يعني كنا درنا اون انفيتاسيون بور فيزيتي لا فيل دو باتنا. فوالا احبتي، هذا فيما يخص يعني تقريبا جميع الدروس. فوالا كما قلت لكم يبقى لكم ليكسيك ميليوراتيف لو ليكسيك ديبريسياتيف اي لا كوز اي لا كونسيكونس، دونك نحاول كذلك نعاود ندير لهم ملخص نشرحهم بشكل بسيط، لانه يعني هما راهم في اخر الدروس ما نظنش انها تدخل في الاختبار، ولكن على مع ذلك يعني راح نديروا لها الملخص. فوالا يخص احبتي درس لا كوز اي لا كونسيكونس، هنايا واش ننصحكم يعني كنصيحه اوليه انكم تحفظوا لي زارتيكولاتور. واش تعني لي زارتيكولاتور؟ هي هذيك الكلمات اللي نستعملوها في لو رابور دو كوز، والكلمات الاخرى اللي نستعملوها في لا كونسيكونس، يعني باش ديروا الفرق بيناتهم، لانه ممكن يعطيك جمله فيها دي زارتيكولاتور ويقول لك اسكو هي كوز والا كونسيكونس، هذا هو السؤال يعني اللي يطرح في الاختبار. دونك هنا هذا الجدول راح يلخص لكم جميع لي زارتيكولاتور، لازم عليكم تحفظوهم بشكل جيد، وان شاء الله في القناه ويعني في الدروس القادمه بحول الله راح نقدم لكم شرح كافي وواضح جدا لهذا الدرس. انا المهم عندي في هذه المراجعه الخاصه بالاختبار انكم تحفظوا لي زارتيكولاتور تاع لا كوز ولي زارتيكولاتور تاع لا كونسيكونس، وهذا الجدول راح يسهل عليكم. دونك شوفوا معايا عندي في لا كوز في لا فراز سامبل تلقاو غراس ا كوز دو اون ريزون دو، هادو يكونوا راهم ان نون. فوالا هذا فيما يخص الحاله الاولى. عندي لما تكون عندي اون بروبوزيسيون سوبوردوني راح تلقاو باغسو كو، تلقاو بويسك، تلقاو كوم، تلقاو فو كو، ايتون دوني كو، تلقاو سو بريتيكست كو. فوالا هادي فلا سوبوردوني. اما فلا بروبوزيسيون انديبوندونت راح تلقاو كار اي اون افي، كار اي اون افي يعوضوا بعضاهم، يعني اذا طلب منك باغ اكزومبل انك تعوض كار بان اوتر ارتيكولاتور راح تعوضها اون افي والعكس صحيح. فوالا هذا فيما يخص لا كوز. اما لا كونسيكونس عندي او بوين دو بلس ان فيرب ان انفينيتيف، هذا فيما يخص لا فراز سامبل. اما لا فراز كومبلكس عندي سي بيان كو، عندي دو سورت كو، عندي سي بوركوا، عندي تيلمون كو، سي كو، او بوين كو. فوالا هذا فيما يخص لا سوبوردوني، هذو هما تاع لا كونسيكونس. اما فيما يخص لا بروبوزيسيون انديبوندونت عندي دونك
اي الوغ. دونك الوغ هادو كذلك يعودوا بعضهم. هنايا نصيحتي لكم ونطلب منكم من فضلكم انكم تحفظوا هاد لي زارتيكولاتور كل وحده بوجه خاصه، لانه هذا النوع من الملخصات وهذا النوع من الجداول راح يفيدكم بزاف بزاف، لانه في سنه رابعه متوسط والدروس القادمه بحول الله راح نشوفوا بزاف تاع لي رابور لوجيك. دونك لازم من الاول تبداو تفرقوا بيناتهم وتحفظوا كل يعني شاك رابور ولي زارتيكولاتور تاعو. هنايا لازم تحفظوا لي تاع لا كوز وتاع لا كونسيكونس، هذا بكل اختصار فيما يخص هذا الدرس. لدينا كذلك احبتي درس لو ليكسيك ميليوراتيف اي لو ليكسيك ديبريسياتيف. هنايا هذا السؤال تاعو في الاختبار راح يقول لك غولاف دو تيكست باغ اكزومبل دو او تخوا مو ابارتونون او ليكسيك ميليوراتيف اي او ليكسيك ديبريسياتيف. وهنايا كذلك ممكن يقول لك لو ليكسيك فالوريزون اي لو ليكسيك ديفالوريزون. لما تلقاو هذا السؤال وفي هاد المصطلحات تفهموا باللي راح نستخرجوا من النص مجموعة كلمات نستعملوها في الوصف الجيد أو الوصف الإيجابي، أو مجموعة كلمات نستعملوها في الوصف السلبي. دونك لو ليكسيك ميليوراتيف إكسبريم أن جوجمون بوزيتيف سور أن إتر أو سور أون شوز. فوالا يعني هو يعطينا حكم إيجابي. باغ إكزومبل عندنا دي فيرب، باغ إكزومبل فيرب إيمي، أدوري، أدميري، كونتومبلي، عندي كذلك لو فيرب بريفيري، شوازير، فوالا عندي لي زادفيرب باغ اكزومبل ديليسيوزمون، عندي بيان، مانيفيكمون، بارفيتمون، فوالا عندي كذلك دي نون باغ اكزومبل لي زادجكتيف، تلقاو كلمات بيل، بو، مانيفيك، جولي، لارج، فوالا هادو كامل يعني دي زادجكتيف ميليوراتيف يعني نستعملو في الوصف الإيجابي. Voilà, par exemple, on a des préfixes et des suffixes. Extra, par exemple, extraordinaire. On a beaucoup de mots-clés. On peut les utiliser dans le positif. Et c'est ce qu'on appelle le lexique amélioratif ou le lexique valorisant. Voilà. Amma fi ma yakhass le lexique dépréciatif ou il nsemmiouh dévalorisant ou il nsemmiouh le lexique péjoratif. هادو كامل نفس المصطلحات، يعني حاولوا فقط انكم تحتفظوا بهم. سي بور اكسبريمي ان جوجمون نيجاتيف سور ان اتر او سور ان شوز، يعني هذا النوع من المصطلحات نستعملوهم للتعبير عن او لاعطاء حكم سلبي او قيمه سلبيه. عندي ممكن نستعملو دي فيرب، نستعملو دي زادجكتيف، نستعملو دي زادفيرب باغ اكزومبل دي تيستي، عندي لو فيرب كراندر، عندي لو فيرب دوتي او غدوتي. Voilà, les adverbes, عندي par exemple mal, malheureusement, يعني même des adjectifs, les adjectifs qualificatifs, تلقى par exemple sale, يعني متسخ, étroite, يعني par exemple ضيقة, n'est pas connue par les touristes, مثلا مدينة غير معروفة من طرف السياح. هذه عبارة تعبر لنا على الوصف السلبي. فوالا احبتي، هذا فقط يعني باختصار كيفاش ديروا الفرق بين الليكسيك ميليوراتيف اي لو ليكسيك ديبريسياتيف واللي نسميوه لو ليكسيك فالوريزون اي لو ليكسيك ديفالوريزون. لما تلقاو هذا الكلمات في السؤال راح تبحثوا على المصطلحات السلبيه والمصطلحات الايجابيه. فوالا
بهذا نكون أحبتي وصلنا لنهاية هذا المراجعة، أتمنى تكونوا استفدتوا معايا. صراحة أنا أشوف فيها يعني ملخصة وشاملة لجميع الدروس وجميع النقاط اللي لازم عليكم تراجعوها تحضيرا للاختبار الأول. فيما يخص كذلك الوضعيات الإدماجية، توجد فيديوهات أخرى وفيديوهات كثيرة يعني فيها كذلك شرح مبسط وسهل جدا لكيفية كتابة الوضعية الإدماجية، كيفية كتابة لاتيز يعني وصف الشخصية التاريخية، وصف المناطق السياحية. كذلك فيما يخص نماذج الاختبارات راهي موجودة وبكثرة. نتمنى أنكم تشوفوا هذه النماذج، لأنه من خلالها راح تقدروا تراجعوا يعني فريمون وتشوفوا كيفاش طريقة طرح الأسئلة. كذلك كاين فيديو يعني نتمنى من كل قلبي أنكم تشوفوها، اللي هي الأسئلة الشائعة والمتكررة في الاختبارات وطريقة الإجابة عليها. فوالا أحبتي كما شفتوا يعني متهلية فيكم، وانتم الفئة المدللة عندي في القناة، صراحة عندكم يعني مكانة خاصة ومعاملة خاصة، خاصة بما أنه عندكم شهادة تعليم متوسط لازم تكونوا مستعدين لها بشكل جيد. وانتم تاني تهلاو فيا فوالا، ديروا لي جيم وبارتاج لهذه الفيديوهات حتى تعمل فائدة على الجميع إن شاء الله، والتفاعل تاعكم وتعليقاتكم الجميلة اللي كيما نتوما راح تشجعني بزاف بزاف باش نواصل معكم هاد الدعم. نتمنى لكم التوفيق من كل قلبي احبتي، اي سؤال او اي غموض خليه لي في التعليقات راح نجاوبكم بكل فرح وسرور. اترككم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم.